السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نعمل مؤثرات على الصورة. طيب عايزين نعمل مؤثرات على الصورة، يبقى هدخل على الصورة اقول له فوتو، هيبدأ يجيب لي الصورة. ممكن اقف كده مثلا، اقدر بحرف ال W اقرب، حرف ال E اجي شمال، حرف ال D اجي يمين، وهكذا لحد ما تظبط معايا اللقطة اللي انا عايزها. وبعد كده ادوس على ستور كاميرا يروح مسجلها. طيب ممكن ابدأ احط مؤثرات، اجي هنا كاستم واقول له انا عايزها رياليستيك بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا تبدأ تتحكم في الشاربن هوت بالشكل دوت، تقدر تتحكم في كل المؤثرات اللي انت عايزها. تمام، بعد كده تيجي هنا تبدأ تغير الشكل بتاع الصورة، الموضوع بتاع الصورة، وتقول له كاستم، وتبدأ تختار مثلا انتريور. تمام، تختار اكستيريور مثلا نايت، تختار دي تايم. دي تايم هتبدأ تتحكم بقى في شكل الشمس زي ما انت عايز. خليها بالنهار، خليها بالليل زي ما انت عايز، بحيث ان انت تحس كده انها صورة حقيقية. تيجي هنا تقول انا عايز لقطة كمان اهوت، تبدأ بقى تختار مؤثرات مثلا كلر سكتش بالشكل دوت اهوت كأنها مرسومة. تقدر تتحكم بقى في السكاي لايت قد ايه وهكذا، وتاخد اللقطة. طيب بعد ما خدت اللقطات دي كلها، هاجي هنا واقول له رندر فوتو، وابدا اختار بقى. هو دلوقتي هيطلع لي التلاتة دول، ممكن اقول له طلع لي التلاتة دول ومعاهم تلاتة تانيين ديبس ماب. تمام، لا عايزهم، طلع لي دول وطلع لي نورمال ماب زي ما انت عايز. دي صور اضافية غير التلاتة دول بيجيبهم لي. الكرنت شوت يبقى هيعمل اللقطة دي بس، الفوتو ست هيجيب لي اللقطات كلها اللي موجودة، تقريبا 10 لقطات. ممكن تسيفهم على الديسكتوب أو على الإيميل أو على البرنت، أنت بتسيف بالمقاس اللي أنت عايزه. تمام، يعني لما تقول له إيميل مش هيقول لك اعمل له إيميل، لا هيطلعه لك بالجودة اللي تنفع تتباع كإيميل. الديسكتوب بيديك جودة أعلى، بحيث إن أنت مثلا تخليها كخلفية. بتقول له أنا عايز سيفهم بالاسم مثلا إكس إكس إكس، فيروح عامل لك إكس 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 1 2 3 4 وهكذا.